بي بوزيتيف اليوم مشاهدينا، الطب النفسي الايجابي للتصدي لمرض سرطان الثدي. تفاصيل اكثر مع ضيفنا الدكتور جان كلود يزبك. اهلا وسهلا فيك دكتور. بونجور لولا، شرفتنا. حضرتك طبيب نفسي ايجابي ومعالج نفسي، اليوم عم نتعرف على اختصاص نوعا ما جديد اللي هو بوزيتيف سايكايتري او الطب النفسي الايجابي، وكيف ممكن يساعد المصابين بمرض سرطان الثدي اولا يتوقوا من هالمرض، كمان يواجهوا بأكيد قوة أكثر وإيجابية أكثر. بداية دكتور، كيف بيقدر الطب النفسي الإيجابي يتصدى لخطر مرض سرطان الثدي؟ هلا أول شيء بتشكرك لاستضافتك لإلي، وأنا عودت المشاهدين على إنه دائما بشرهم بخبر سار وإيجابي لجرب وصلهم للتفاؤل ولعلمهم طرق بتخليهم يتخطوا كل الصعوبات. نحن اليوم رح نضوي على هالطب الحديث يلي هو بوزيتيف سايكياتري، يلي بيخول العالم انه تعيش افضل نوعيه حياه ممكنه، ومن ناحيه ثانيه بتخليهم انه يقدروا يخففوا بشكل هايل من خطر حدوث امراض جسديه وحتى السرطانيه. اهميه هالطب الحديث يلي تعلمته بامريكا انه بيركز على تحفيز الجوانب الايجابيه عند الانسان وبيوصل للسعاده للاكتمال الشخصي. هلا تنادر نوصل بين الطب النفسي الايجابي والسرطان، اول شيء مهم انه نحكي عن حجم مشكله السرطان، وبعدين كيف فينا من وراء طب نفسي بيجمع كل شيء فيه اساليب فينا نتوقع ونعالج عوارض اما حتى مباشره امراض مثل السرطان. بالنسبه لحجم مشكله السرطان، مثل ما بتعرفي الرجال عندهم 50% خطر انه ينصابوا بسرطان، واكثريه الوقت ببلش السرطان عندهم بغده البروستات. نعم. وبعتقد هلا نحن بشهر كمان يمكن حمله وقايه ضد سرطان البروستات. اما النساء فعندهم 30% خطر انه ينصابوا بسرطان، وفي دراسه انعملت مش من زمان بينت انه لسوء الحظ بلبنان عندنا أكثر من مرة على 8 بيصير عندها سرطان ثدي، يعني عندنا أكثر من بالبلدان المتحضرة. هلا قبل ما نحكي عن الطرق الخصوصية اللي انعملت مشان تتصدى للأمراض الجسدية إذا كانت بلشت، خلينا نحكي شوي عن الوقاية. نعم. لأنه الطب النفسي الإيجابي عنده شقفة كبيرة منه بيركز على الوقاية ليقدر الواحد يكون صحته الجسدية كثير منيحة. يعني كيف ممكن نتوقع من حدوث اي نوع من السرطانات عند المراه، وخاصه مرض سرطان الثدي اللي مثل ما قلت بيصيب واحد من بين 8 النساء؟ ومنذكر المشاهدين او المشاهدات اللي عم بيحضرونا، الحمله الوطنيه مستمره بعد 3 اشهر، فبليز اعملوا صوره الماموغرافي او صوره الشعاعيه اذا بعد ما عملتوها لغايه اليوم. الوقايه والطب النفسي الايجابي كيف ممكن يساعدنا؟ اوكي، بفضل دراسات بيولوجيه كثير مدهشه بين الطب النفسي الايجابي انه قدره التصدي للضغوطات يعني الستريس وللامراض النفسيه يعني المرونه او الريزيلينس فينا ننميها بعده طرق ايجابيه. مثلا السي بي تي يعني العلاج النفسي الفكري السلوكي يلي تخصصت فيه بكندا وعم طبقه مع التركيز على تحفيز الافكار الايجابيه المتفائله. سو مثلا بيجيني صبايا عندهم خطر وراثي مرتفع لسرطان الثدي وعندهم أكيد خوف من المستقبل، أكيد منوجههم ليقدروا يعملوا كل سبل الكشف المبكر، بس كمان نشتغل معهم ليقدروا يبدلوا الأفكار المتشائمة يلي بتكون هي عم بتضرهم بأفكار إيجابية بناءة. هلا كمان بين الطب النفسي الإيجابي أنه الوقاية من الأمراض الجسدية وحتى السرطانية فينا نعززها من خلال نوعين من الأساليب الكبيرة. أول وحدة من خلال تحفيز المرونة يلي حكينا عنها هلأ من شوية، وحكينا عنها مرة من سابقة بحلقة سابقة. وثانيا من خلال توجيه الأفراد على طريقة عيش سليمة. هلأ تخيلي رولا أنه المرأة بتخفف خطر إصابتها بسرطان الثدي بنسبة 50% بس إذا أول شيء تمتنع عن التدخين، تتجنب شرب الكحول،
بتمارس الرياضة بشكل منتظم وبتتناول الأكل البحر المتوسطي. هودي بخفف يعني نظام حياة سليم بينصحوا فيه أي شخص حابب يعيش بصحة جيدة. Exactly. بس هلا هون عم بيعملوا لينكس بين طريقة عيش وتخفيف خطر بنسبة كتير كبيرة. وزيت الشيء هلا رح نحكي بعد شوي. يعني إذا بنعمل هالتعديلات اللي تعتبر نوعا ما بسيطة يعني نصف بالمية. نص يعني بدل واحدة على 8 أما واحدة على 7 بيصيروا واحدة على 16. خلينا نحكي عن ردة فعل المرأة لما بتكتشف أنها مصابة بمرض سرطان الثدي، أكيد في صدمة كبيرة، وعلى المدى البعيد دكتور يازبيك شو بتكون صحتها النفسية؟ أوكي سو هلا وقت واحد بيكتشف أنه في ورم أكيد في عنا صدمة كبيرة، لأنه الشخص بده يتأقلم بسرعة ليعمل حرب ضد إرهاب السرطان. هلا هون كمان عنا حرب بسميها معركة ضد الإرهاب. والشخص هون لازم ياخذ قرارات مصيرية بسرعة. أكيد إنه القرارات اللي لازم تتاخذ مهم إنه تكون معمولة مع أطباء أخصائيين، أوقات كثير مهم إنه يكون في طبيب نفسي، لأنه وقت بنجي بنخبر للواحد إنه يمكن عندك أما عندك سرطان في يكون عندنا ردات فعل كثير غريبة. أوقات الشخص بيهرب من العلاجات، ما بيفوت بالعلاج ابدا، ما بيعمل منه يعني شيء، يعني حتى ما بيوصل للعلاجات، ما بيوصل للعلاج. نعم. اصلا هلا شو اللينك بين البيولوجي والسايكولوجي والكانسر؟ كلهم معلقين ببعضهم، يا اما معلقين ببعضهم ايجابيا يا اما معلقين ببعضهم سلبيا. وقت واحد بيكتشف انه يمكن يكون عنده سرطان بصير عنده ستريس، وهذا ستريس بيؤدي لعضلين هام ولارتفاع بهرمون الكورتيزول. من بعد هذا الشيء بيصير الشخص معرض بسهولة إنه يعمل كآبة ويصير عنده ضعف بجهاز المناعة، وهالتخربط كله بيؤدي مباشرة لتحميس الجسم إنه يقدر يفرز أما يعمل سرطان أما يخلي السرطان يتفشى. سو دور الطبيب يعني لما كل هالعوامل بتشتغل سوا تكون بيئة حاضنة لا تفشي. Exactly. مثل بيئة حاضنة ضد الإرهاب. هون في عنا بيئة حاضنة للسرطان. المناعة الجسدية كتير كتير مهمة. هلا دائما عم بيحكوا عنا بالوقاية والعلاج للأمراض الجسدية وخاصة السرطان. هون الطبيب النفسي الإيجابي بده يخلي الشخص يتمسك بالعلاج، لأنه مش هينة واحد يقتنع ياخذ علاجات قوية ويسابر فيها، بخليه يتجنب الأمراض النفسية وبوجهه على طريقة عيش سليمة كمان. وعلى المدى الطويل يلي بيصير اذا واحد ما بيتعالج في عندنا مشكله انه ما يقدر يقوى على الكانسر، من ناحيه ثانيه في بسهوله يعمل كآبه، لانه في دراسه انعملت على 4500 مره عندها سرطان ثدي تبين انه اكثر من نصهم بيعانوا من كآبه. دكتور يازبيك خبرنا شوي عن الفوائد اللي بيقدمها الطب النفسي الايجابي، خاصه لما بيكون المريض او المريضه عم بيعانوا من سايد افكتس من الادويه اللي بياخذوها للعلاج. اوكي سو هلا وقت واحد تبين انه في كانسر، هون كثير مهم نعرف انه الطب النفسي الايجابي عنده دور بصلب النظام الصحي. ليش؟ لانه السرطان بخربط كل نواحي حياه الانسان اجتماعيا وعائليا ونفسيا وجسديا وكل هالاشياء. سو ضروري انه يكون الطب النفسي الايجابي هون بصلب النظام الصحي. في عنا عده سبل وطرق. في شيء اسمه عوامل وقائيه لتطويل عمر المريض، يعني مش بس بريفنتيف برايمري بريفنشن، بس لتطويل عمر المريض بروتكتيف سرفايفل فاكتورز. في عندنا عن قليل ثلاثه هون كثير مختصين بالكانسر. اول وحده هي تعزيز العلاقات الاجتماعيه والعائليه، دائما بنشدد عليها وكثير كثير مهمه لعده اسباب. ثاني وحده هي تنميه التفاؤل، لانه تبين انه اذا واحد بغذي الافكار الايجابيه تبعه مثلا بعلاج فكري سلوكي أما بغير الأساليب الإيجابية بيقدر يقوي المناعة الجسدية. في أكثر من 85 دراسة بيّنت أنه في علاقة مباشرة بين الأوبتيميزم والصحة الجسدية. بيقولوا بهالحالة بمواجهة مرض السرطان 50% من العلاج هو الحالة النفسية عند المريض. Exactly. Exactly. 50% من العلاج. وبعدين في عنا كمان عدة تصرفات، في عنا تصرفات لازم نخففها لأنها مضرة، في عنا تصرفات سليمة لازم نزيدها، هيدا بعلاج نفسي. هلا بالإضافة للأساليب النفسية في عنا عوامل بيولوجية كمان بتساعد للتصدي
لمرض السرطان. فينا نستعمل أدوية وفينا نستعمل كمان تغييرات بأساليب العيش، بطريقة العيش. الأدوية المضادة للكآبة (antidepressants) بيقووا كمان المناعة الجسدية وبيمنعوا ظهور الهوت فلاشز، يعني الهبات الساخنة يلي بتصير عند المرأة وقتها بيصير عندها سرطان ثدي. ثانياً بالنسبة لطريقة العيش، في عنا أشياء كمان كتير انترستينج خاصة بالسرطان وسرطان الثدي، أنه بخلي المرأة تقدر تقوى على المرض أكيد مع مساعدة غير أشياء، وكمان تقدر تمنعه يعاود. أول شيء تخفيف الوزن، هذا شيء كتير بداية بس منه هين ينعمل. ثانياً توقيف التدخين بمساعدة الطبيب النفسي. ثالثاً عنا الرياضة وتوقيف الكحول، نظام غذائي سليم. نظام الغذائي، بالنظام الغذائي هالمرة بالوقاية نحن نستعمل الميديتيرينيان دايت. بالمعالجة السرطان لازم نتجنب كمان الأكل اللي فيه كتير هرمونات مثل حليب البقر. دكتور جان كلود يزبك، خلص وقتنا لليوم، ان شاء الله بنستقبلك بحلقات مقبله حتى نحكي عن بوزيتيف سايكايتري اكثر وكيف ممكن نستفيد منه بحياتنا اليوميه. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. وقفه قصيره مشاهدينا، وحلقتنا بتكمل مع واتس اون ام تي في.